اذهب لحال سبيلك، هذا هو الطريق المؤدي إلى الشام، سر فيه ولن يعترضك أحد. بل سأعود إلى رفاق الرحلة. تعود إلى الحصار؟ ليس من شيمة المسلم أن يترك إخوانه وقت الشدة. ها؟ عجبا لهذا الرجل. لو أن أحدا يستطيع التسلل إلى هذا المكان، عندئذ نستطيع أن نقطع طريق البحر على إسماعيل ورجاله. إذا علم بذلك فقد يقطع الطريق على الحجاج ويقتلهم. ليس إذن أمامنا غير الانتظار. إن صاحب الشرطة، لا تحدثني عن هذا الرجل، إنه هو المسؤول عن كل ما نحن فيه الآن. كان يجب عليه أن يؤمن طريق الحجاج، لكنه تقاعس عن أداء واجبه فأوقع الحجاج في يد ابن يوسف. إنه على استعداد للذهاب إلى هناك ومناقشة ابن يوسف. لا 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 لا, لا نقاش مع مارق خرج علينا وأراد أن يفرق الجماعة. الألم يعتصرني، النار تخرج من يديه ومن قدميه ومن جسمي كله. انظر انظر إلى اللهيب الذي يخرج من فمي. أيصيبك هذا اللهيب؟ لابد من إحضار طبيب يا سيدي. كيف يمكننا إحضار طبيب ونحن على هذه الحالة؟ ومن من الأطباء سيأتي لنصرتنا؟ الماء 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 الماء. هو سيدي ضعه على رأسي، بل على جسمي كله. النار تجتاحني. عندما كان الرجل هنا كانت النار هادئة، وعندما غادر المكان اشتعلت النيران في جسمي. نرسل من يلحق بي يا سيدي. نعم نعم أعد، وأمر الرجال بحفر حفرة واسعة واملأوها بالماء كي ألقي بجسمي فيها. أمرك يا سيدي، أمرك أمرك. ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ يا رجل، أنت رجل، انتظر، إن سيدي إسماعيل يريدك لأمر مهم. النار النار النار. النار النار. أهي الحمى أم الطاعون؟ ربما يكون الطاعون، فلقد طمعت بالأمس في ثمرة أكلت نصفها الفئران. يا للطمع يا للطمع. لماذا يا نفس، لماذا؟ يا سيدي أعطني الماء، أعطني الماء لينطفئ لهيبي. سيدي، ها هو الرجل قد عاد. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في أيها النيسابوري؟
لقد سحرتني. نعم سحرتني. لقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. في وجودك أرتاح بعض الشيء. أخاف عليك من نفسك. ضيعتني نفسي. هذا الذي تقول يا سيدي؟ اصمت أنت، تكلم أنت، قل ما تريده ولن أمنعك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظلموا. حدثني عن أي شيء آخر غير الظلم. وما جدوى أن أحدثك بأشياء لا تفعلها. إني على استعداد أن أروي لك عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن هذا سيزيدك عذابا يوم القيامة. ولماذا؟ لأنك إن لم تكن تعلم فستكون قد علمت عند سماعك. إذن فمن الأفضل لك أن تتوب إلى الله أو أن تتركني أصمت. لا لا تصمت، لا تصمت، فعندما تتحدث ينطفئ اللهيب وتقل الأوجاع. تحدث، تحدث بما تريد ولن أمنعك أبدا. ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وماذا سيفعل من يذهب بلا صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ لا أدري بماذا أجيبك. مر رجالي بالعودة إلى أماكنهم الأولى. ماذا؟ مرهم بفك الحصار عن الحجاج. ولكن افعل ما أمرتك به وإلا قتلتك. سيدي لو فعلنا ذلك. قلت لك افعل ما أمرتك به. أمرك يا سيدي. الله أكبر ولله الحمد. لقد أمرتكم من قبل بألا تقرأوا كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري، واليوم أطلب منكم أن تقرأوه وتحفظوه، فوالله ما جعلني أعادي البخاري إلا هوى النفس، وإني أعترف بذلك. لقد أنسيت ما رواه أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ماذا حدث لك يا سيدي؟ أدخلني غرفتي يا عمر. والدرس؟ إن حفظ أحدكم البخاري فسيصبح من العلماء. Thank you.
نجح مسلم في فك أسركم، نجح مسلم في فك أسركم. أبشروا أيها الناس، أبشروا أيها الرجال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله. قلت لي ما اسمه؟ يقولون إن اسمه مسلم بن الحجاج، وإن موطنه نيسابور. نعم نعم، سمعت عنه، سمعت عن تقواه، عن ورعه، سمعت أن الإمام البخاري شهد له وشهد لعلمه. مولاي الخليفة، لابد وأن تعطيه مكافأة مرضية. أنا سوف أدعوه ليقيم معنا هنا في بغداد، وسوف ألقبه إمام المسلمين. أما عن المكافأة فرغم فقر البلاد لكني سأدبرها له. لماذا تنظر إلي هكذا؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ أنا لا أصدق ما فعلت. ولا أنا. نعم، أنا لا أصدق ما فعلته. إن كلمات الرجل الصالح كانت كالسحر، بل هي أشد منها. صبوا الماء على رأسي، صبوا الماء على رأسي. مرحبا، من أين جاءتك هذه الأخبار الطيبة؟ لقد عاد الحجاج وأخبروني بما رأوه وبما كان من أمر أمير المؤمنين. أهو الآن في بغداد؟ نعم. أريد يا عمر، أريد أن نكفر عن أخطائنا ونذهب إليه ونخبره بأن نيسابور وأهلها ينتظرون عودته، وبأنني أريد أن أصلي خلف إمام المسلمين. سأذهب إلى بغداد إن شاء الله. من أطهر بقاع الأرض بدأنا، إلى أعلى قمم العالم وصلنا. لنكشف لكم سر ماهية رؤيا. الماء به طاقة تغير ولا تتغير. دكتور زغلول النجار الحقيقة عنده أفكار وعنده آراء قيمة في هذا الموضوع. طعام طعام وشفاء سقم. كيف قطرات من ماء أن تشفي شاة مشوشة للربع؟ أنصحكم برضو بزيارة مدير اليابان لآثاره في موسيقى. مروية في اللايف في هذه الأوقات على قناة. ها
هذه جائزتي؟ نعم. أرجو من أمير المؤمنين أن يعفيني من قبولها. لماذا؟ إن أمير المؤمنين على استعداد لمضاعفتها. أنا لا أفكر في هذا. فيما تفكر إذن؟ في الأطفال الجائعين واليتامى الذين يبيتون في العراء يفترشون الأرض ويتظللون بالسماء، في أولئك الذين لا يجدون كسرة خبز أو ثيابا تداري عوراتهم. إنني يا أمير المؤمنين أتنازل عن هذه الجائزة لهؤلاء جميعا. والله لم أرى مثلك قط يا مسلم. والآن فليأذن لي أمير المؤمنين بالسفر إلى مصر. لماذا؟ ألن تبقى معنا؟ أمامي مهمة شاقة، أرجو الله عز وجل أن يوفقني فيها. إنه حسبما أخبرني ينوي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بنفس طريقة البخاري. هي مهمة شاقة جدا. لقد بلغني أن البخاري جمع صحيحه في 16 عاما. نعم هذا صحيح. لقد وصلتني نسخة من صحيح البخاري، وكنت أرجو أن تراجعها لي قبل مغادرتك بغداد. إني أحفظ جميع الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه. مؤكد أنك تحفظ متن الحديث فقط، أما الإسناد فهو أمر صعب الحفظ لتداخل الأسماء واختلافها. إنني والحمد لله أحفظ الأحاديث والأسانيد. إذن أنت تحفظ الكتاب من أول كلمة فيه لآخر كلمة فيه؟ بفضل الله. نعم. والله لقد وهبك الله للمسلمين في هذا الزمان. ومن أنا لكي تصفني بأنني هبة من الله للمسلمين؟ أين أنا من البخاري؟ إنك تشبهه كثيرا. إنني لا أعد قطرة في مداد قلم البخاري. هذا هو تواضع العلماء. نيران! نيران! النيران لا يطفئها الماء! النيران لا يطفئها الماء! لا شفاء لهذا المرض يا ولد! أطفئوا النيران التي تخرج مني! أطفئوا النيران التي تخرج مني! صبوا الماء فوقي! صبوا الماء فوقي! لابد من إحضار طبيب! حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير قال أخبرنا. انتظر لحظة يا شيخ، لقد قلت إن قتادة قد حدثك. نعم. ولماذا لم تقل إنه أخبرك؟ لا أظن أن فرقا كبيرا بين حدثنا وأخبرنا. لا يا شيخ أحمد، حدثنا
لما سمعته من لفظ الراوي مباشرة وأخبرنا لما قرئ عليك. إذن فقد حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير. وهل قابلت قتادة؟ نعم قابلته ودرست الحديث على يديه. من كان معك واستمع لنفس الحديث الذي تنوي أن تخبرني به؟ عبد الله بن موسى وسعيد بن المعتصم، كلاهما من مصر، أليس كذلك؟ بلى. إذن فلنترك هذا الحديث. لماذا؟ إنه حديث صحيح وغير قابل للشك وإسناده صحيح. معذرة يا شيخ أحمد بن عبد الرحمن، إننا على يقين من أن البخاري قد ترك آلاف الأحاديث الصحيحة، وبأنني سأترك مثله آلاف الأحاديث الصحيحة، لا لشيء إلا لعدم توافر الشروط التي حددناها لجمع الحديث. فلو أنك قلت لي إن هناك من استمع لهذا الحديث في بلد آخر وليكن مثلا اليمن، ووافق متن الحديث الذي ستخبرني به نفس المتن الذي سيخبرني به الرجل اليمني، عندئذ سأخذ الحديث. أما كونك ومن استمع لهذا الحديث من بلد واحد فهذا قد يخلق بعض الشك والريبة. يا مسلم يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، إنك يا مسلم تتمتع بذاكرة نادرة. فأبو هريرة رضي الله عنه هو أيضا قد روى الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمغيرة رواه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لقد احتج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على جواز كتابة الأحاديث النبوية الشريفة، وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جمع بعض الأحاديث في كتاب أسماه الصحيفة. أنا لا أدري أين هو الآن، في مصر أو في الشام أو في الحجاز أو في اليمن، لا أدري. لقد تأخرت يا عمر، وتأخر الزهلي أيضا. على كل حال لقد وعدني مسلم بأن يزورني عندما يجيء إلى بغداد، وعندئذ سأخبره بما أخبرتني به. كيف حالك يا سيدي؟ سيدي! والمراد بالمراقبة هو أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، فيلزمها إياها في كل لحظة من لحظات حياته، حتى يتم لها اليقين بأن الله عز وجل مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها. وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا إمام، إنك تحدثنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبرنا بما لا نعرفه من أمور ديننا، ونحن نستأثر بعلمك الغزير. ورأيي أن تذهب إلى من هم في حاجة إليك أكثر منا. تأدب يا هذا،
فنحن في حاجة لعلم الإمام. أرأيتم كيف أترك مجلسي وآتي إليه لأتعلم منه؟ يا شيخ أحمد، إنني أقصد هؤلاء الذين يعبدون الأوثان ويعيشون بيننا. أجننت؟ أهناك من يعبد الأصنام ويعيش بيننا؟ نعم يا سيدي. أخبرنا أكرمك الله بهذا الأمر. إنني أعمل في تجارة الأغنام، وأذهب إلى بلاد النوبة والسودان، وهناك وجدت قوما يعبدون الأصنام. ولماذا لم تدعوهم إلى الإسلام؟ بمجرد اقترابي منهم ظنوا أنني ساحر وطردوني. فليشرب كل شاب منكم تلك الدماء الطاهرة حتى لا يصيبه سحر الذين يأتون إلينا من الشمال. هيا الأعظم، يا إله آبائنا وأجدادنا، احمنا من هؤلاء الذين يأتون إلينا. اشربوا اشربوا. السلام على من اتبع الهدى. إن كنت تاجرا فالطريق أمامك، فنحن لا نعترض طريق أحد. أعرف ذلك. لماذا تقف عندنا إذن؟ أليس الكرم من شيمتكم؟ بلى، ولكننا نخاف السحر. أنا لست ساحرا، وديننا ينهانا عن السحر. أي دين تقصد؟ إني أعبد الله الواحد الأحد. دينك هو دين الله؟ دين الإسلام هو دين الله. الإسلام؟ معظم الذين يمرون هنا من المسلمين. قل لي، ما الإسلام؟ قبل أن أحدثك في أي شيء، أرجو أن تصطحبني معك لدارك، فأنا جوعان. هيا هيا معي، اتبعني. صدقات تنمو وأعمال تسمو. كن مفتاحا للخير. بيت الزكاة والخيرات في لبنان خير يستمر بعطائكم.
ولماذا لم تسافر إلى مصر؟ أمير المؤمنين لا يعرف مكانه. ألم يخبرك التجار بأنه في مصر؟ أخبروني يا شيخنا، ولكن ماذا يا عمر؟ يا شيخنا الفاضل، إني أخاف أن أسافر إلى مصر فأجده قد تركها وسافر إلى بلد آخر. أريده أن يعود إلى نيسابور في حياته. سيحدث ذلك إن شاء الله. لم يعد في العمر بقية يا عمر، لم يعد في العمر بقية. عندي فكرة يا شيخنا. هاتها يا ولدي. نرسل لجميع الولاة في كل الأمصار بأنك تريد عودة مسلم إلى نيسابور. فكرة صائبة، لكن هل تظن أن مسلما سيعود؟ ربما. أريد أن أعتذر له أمام الجميع وأن أعيد له حقه الضائع. لماذا لا تأكل يا هذا؟ ألم تقل إنك جائع؟ إن ديني يمنعني أن آكل ما أهل لغير الله وما ذبح على الأنصاب. وما الإسلام يا هذا؟ لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام هو أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. أخلق إلهكم السماء والأرض؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي حديث هذا الذي قلت؟ إنه القرآن، كتاب الله. وما الله؟ إنه عز وجل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب غيره. إنه جل وعلا موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. أله تمثال تسجدون له؟ الله يرانا ولا نراه. وماذا عن إله آبائنا؟ هو من الخشب أم من الحجارة؟ ألم تره؟ لم أنتبه إن كان من الخشب أم من الحجارة. بل من الحجارة. حجارة صماء لا تضر ولا تنفع. هل علمت بقصة نبي الله إبراهيم؟ لا. إذن سأخبرك بها. قل وكلي آذان صغيرة.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولوا جميعا ورائي: نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. الحمد لله، الحمد لله. هيا هيا يا إخواني، فلنتوضأ ولنصلي جميعا. هيا هيا، فتح الله عليكم. هيا هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، فلنكمل حديثنا. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد اختلط الحديث في رأس أحمد بن عبد الرحمن. لماذا يا ولدي؟ إنه حديث صحيح، وقد أورده البخاري في صحيحه. نعم هو صحيح، ولكن أبا هريرة هو راويه. أستغفر الله أستغفر الله، حقا يا ولدي لقد أصبت. أيها الإخوة، لقد أخطأت وقد أصاب زميلكم. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان بودي أن تبقى معنا. أعدك بالعودة إن شاء الله. إن شاء الله. إن 30,000 نفس دخلوا في الإسلام على يديك، يدعون الله أن يوفقك فيما تسير إليه. بارك الله فيكم وثبتكم على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من قال إنك جننت؟ لا تأخذ عني الحديث يا مسلم، فلقد اختلط علي الأمر وبدا النسيان يطاردني. نسيان المتن أم نسيان الإسناد؟ لا، إنني أصبحت على غير يقين مما أنطق، فدعني وشأني ولا تسألني بعد اليوم
عن أي حديث أذكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها أمانة يا مسلم، وأخاف أن تكون يوم القيامة ندامة، فابتعد عني. لقد أبلغوني بما حدث وأخبروني بأنك قد ذكرت أنسا رضي الله عنه في حديث لأبي هريرة، والجميع يشهد بأنك لم تخطئ من قبل ولا من بعد. ليس هناك بعد، خطأ واحد بالنسبة لي يعني اعتزال العلم. سأبقى في داري أستغفر الله وأدعوه أن يغفر لي يوم القيامة. هذا هو حال المؤمن العالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني لا أشك في أن هذا مسلم بن الحجاج. نعم إنه هو. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. مرحبا 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 بإمام المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. هل انتهيت مما بدأت فيه؟ ليس بعد. إذن أخبرنا بما وصلت إليه. لقد استمعت إلى 600 راو غير ما استمع إليه البخاري، وفكرت في تقسيم كتابي إلى كتب. وسوف تقوم بتقسيم الكتاب إلى أبواب مثلما فعل البخاري؟ لا يا أمير المؤمنين، فالبخاري كان يذهب إلى آراء فقهية من خلال ترتيبه، أما أنا فمقصدي جمع الحديث فقط، وليس استنباط الأحكام الفقهية من خلال ترتيب الأحاديث. إذن فسوف تسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد. نعم، فكرة رائعة تفيد كل من يريد أن يحفظ الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينتفع بها الجميع. مولاي، إنك لم تخبره بأمر الذهلي. أحدث له مكروه؟ أيحزنك هذا يا مسلم؟ إنه معلمي. هو يدعوك للعودة إلى نيسابور. نيسابور، كم أتوق للعودة إليها؟ عد يا مسلم، عد، فهو يريد أن يراك قبل أن... أهو مريض؟ بلغني ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى هل سيأتي قبل أن أرحل عن الدنيا؟ لا تفكر في هذا الأمر الآن يا سيدي. فيما أفكر إذن؟ لا تفتح الباب، إنهم يريدون زيارتي وأنا غير قادر على التحديق في وجوههم. إنهم تلاميذك يا إمام. أخبرهم بأني أريد الراحة اليوم.
أمرك يا عيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمعقول هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخيل إلي أني سمعت هذا الصوت من قبل. أدن مني لأحدق فيك وأعرفك. إنه أنا مسلم يا إمام. مسلم؟ لست أنا الإمام، إنما أنت الإمام يا ولدي. وفضل مسلم يلف في البلاد الإسلامية كلها، يجمع الأحاديث بالشروط اللي حطها، لغاية ما ربنا توفاه سنة 261 هجرية. بس مش غريب أن يبقى فيه إنسان بمقدرة الإمام مسلم؟ يعني إيه؟ يعني واحد بيغير أفكار الناس ومعتقداتهم. يا مرتضى يا صديقي، هي دي الحكمة اللي بيكتسبها أي إنسان بيعمل بالسنة. ويا ترى صحيح مسلم بيختلف عن صحيح البخاري؟ لا طبعا يا دكتور، صحيح مسلم بيؤكد صحيح البخاري. أيوة بس وانت بتحكي لي قلت لي انه انفرد عن البخاري ب600 راوي. أيوة ده صحيح، لكن مش معنى كده ان الـ600 راوي دول قالوا احاديث جديدة. يعني الاحاديث اللي في البخاري هي نفسها اللي عند مسلم؟ لا طبعا، هما الاتنين اتفقوا على بعض الاحاديث، وبالتحديد اتفقوا على 2006 حديث. 2006 حديث؟ ايوه مرتضى، هي دي بقى الاحاديث اللي بيتقال عنها متفق عليها؟ بالظبط كده، لكن لازم تعرف ان كل واحد فيهم انفرد عن التاني باحاديث تانية خاصة بيه. خلاص احنا ناخد بالالفين وستة حديث وبس. مفيش شك يا دكتور مرتضى ان الالفين وستة حديث دول غير قابلين للمناقشة، وما تنساش برضو ان في احاديث تانية كتيرة صحيحة. ولما في احاديث تانية كتيرة وصحيحة، ليه بقى البخاري ومسلم ما جمعوهاش؟ البخاري قال اني اردت عدم الاطالة، ومسلم توفاه الله قبل أن يكمل كتابه، لكن العلماء المسلمين اتفقوا فيما بينهم على الأحاديث الصحيحة في الكتب الستة. أيوة الكتب الستة بتاعت الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود. أبو داود؟ أنا متأكد أنك ما تعرفش أي حاجة عن كل دول، لكن أوعدك المرة الجاية هعرفك كل حاجة عن أبو داود.